جاي صوبي دولاب يا اختي. افنوي مونرو المسرحيه، لانه بالنهايه هي مدام شلوف عم تفتش اذا جوزها ترك لها بالوصيه هيدي الارض اللي هي افنوي مونرو، او مثل ما هي بتقول هيدا العقار. فمن هون طلع اسم المسرحيه. هي عم تفتش كل الوقت على وصيه ببوكسز للفن العالمي، وكل مره بتتفاجئ بشخصيه بتخبرها شغله زياده تتوصلها بالاخر للوصيه. بما ان انا الكاتب تبع المسرحيه وانا المخرج، فمن هون كل يوم في تغيير بالنهايه، وفي تغيير بشخصياتي اللي عم بتفتش بيناتهم، وفي تغيير بالنص. يعني اللي بيحضر اليوم المسرحيه ما وبيحضرها بكره ما راح يشوف ذات الشيء، راح يشوف خط واحد هو ذاته، بس الشخصيات والحوار والنص هن راح يتغيروا. مارلين مونرو اللي هي بغنى عن التعريف، وهي صورها منتشره بكل الدنيا، وكل الديزاينرز وكل اللي بيعملوا اشياء فنيه استخدموا صورتها. فاليوم انا عم استخدم صوره مارلين مونرو لهذا العمل تتكون نوع من تكريم لإرا، لانه هالرموز يلي نحن عنا اياهم بالعالم لازم نسلط الضوء عليهم ونضل نحافظين عليهم ونحميهم لهالاشخاص ولهالرموز هدول، نحمي صورتهم قد ما فينا مشان يضل في عنا حلم للجيل الجديد، يضلوا يقدروا يطلعوا بهالرموز ويستوحوا منهم. مثل ما انا كنت صغير واستوحيت من مارلين هالقصه كلها وعملت مسرح، فنحن لازم مع الوقت نحمي الفن تيقدروا الجيل الجديد تبع اللي عم يشتغلوا بالمسرح او التلفزيون او الفن يكون عندهم ركائز يستندوا عليها مشان يتوسعوا باعمالهم الفنيه ويلقوا موهبتهم عليها. حبيت تكون أبعد وأكبر وأوسع المسرحية. رحت بالآخر عند مارلين مونرو، بس أنا رح أمرق عبر كتير نجمات عربيات، لأنه نحن بالأوتيل مونرو هون، وأنا أصريت أنه يكون بهذا المسرح، وكنت حابب أنه يكون كتير بهذا المسرح، لأنه في هون الشارع اللي حده هو كينيدي ستريت، يلي كمان مثل ما بنعرف أنه كانت على علاقة مارلين مونرو بكينيدي، ومن هون اجت الخلطه كلها. يعني انا كنت بامريكا في صوره عالقه لماريلين براسي، هي صوره يلي ماريلين ماشيه حت سكه التران وماسكه علبه الكمانجا بايدها والهواء مطير لها شعراتها وهي مصره تمشي عكس الهواء، فكان في هواء بامريكا وانا على بالي صور هيدي الصوره. نزلت عم صورها وفعلا كان الهواء كتير قوي وشتي والتاثر مادي. بلتفت لوراي بتفاجئ انه المكتوب افنيو مونرو وراي، فمن هون تفاجأت كلني سوا وهيك قلت لا هيدي اياها، لازم انا عبالي اعمل مسرحيه افنيو مونرو يكون اسمها، ومن هون بلشت كل هيدي الخبريه اللي عم بعملها. ما استعنت مخرج تاني، لانه انا وعم بكتب النص اضطريت اكتب ملاحظات صغار تحت كل جمله، انه هون هيدي الجمله بقولها انا وعم بعمل هيك، هيدي الجمله بقولها انا وعم بعمل هيك، هيدي الجمله مطرحها هون، هيدي الجمله مطرحها هون. فطلعت المسرحيه عندي على البرينتر مؤخرجه خرجت عن البرينتر وخرجت عن النص وصارت مؤخرجه وجاهزه لانه تنلعب على المسرح. فأكيد رح استعين بأصدقاء لإلي رح يعطوني رأيهم، بس العمل الكبير بمكنة الإخراج تم، مشان هيك توقفت هون وعملت أنا الإخراج. مدام شلوف هي بالذات لأنه تعاملت مع مخرج هو أنيس أبي خليل، أنا بوجه له كتير تحية وبحييه وشخص عزيز كتير على قلبي. قال لي باسم هيدي الشخصية بالذات هيدي شخصية مسرحية، فمشان هيك نقيتها أنا، يعني لأنه هو نصحني أنه هيدي الشخصية هي للمسرح، فبعتقد أنه كان هو تنقيته بمحلة، لأنه صوته عالي بيوصل ومخارج الحروف تبع الشخصية مزبوطين كتير، وشخصية بتطال الطبقتين، الطبقة العالية والطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، من 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 كل أنواع الجمهور، من كل أنواع الجراند بوبليك. فمن هون كانت تنقيت هيدي الشخصية. ما رح تتخيل قديش رح مدام شلوف تنتقل من مواضيع وساعة اللي بدها تحكي فيهم، لأنه هي شخصية كتير حرة وكتير فاجرة مثل ما عم بتقول، فرح تنتقل على كل المواضيع، ورح يكون في كمان كتير انتراكشن مع الناس اللي موجودين وتحكي معهم اشياء. فمن هون مدام شلوف كانت الشخص المناسب انه
يكون الانفجار تبع العمل. دائما بتحدى حالي، دائما بجرب انه اعمل العمل الاصعب، وانه دائما انه علي السقف وصعب الاكزرسيس على حالي. ما بعرف ليش، هيدي طبيعتي، انه بحب انه دائما كل مره تكون الخطوه اصعب، وكل مره تكون متعبه اكثر، لانه بحب شغلي كثير، وبحب هيدا الفن كثير اللي بقدمه، وبحب اسعد الناس وسليهم، ووقت اشوف عمل ناجح لإلي كثير بنبسط. هيدي السعاده الحقيقيه، بتنسيني كل التعب يلي تعبته. يعني باوقات مثلا، باوقات بوصال انه بصير مثلا بضعف كثير، بصير مثلا تاي زيرو. بس بضلني مصر انه تابع بهيدا العمل يلي عم حضره، لو انه عم ياخذ مني قله نوم وقله تفكير، لانه هيدي الموهبه هي اللي بتمشيني، يعني هي بتوعيني من النوم اوقات تكتب كلمه بتطلع على بالي. اكيد مش عامل الا هيك بالمسرحيه، كل المسرحيه جمل فينا نستعملها بالمجتمع، وبتفش الخلق مثل ما بيقولوا وبيدرشوا. الاغاني، لا الاغاني تبع المسرحيه بلاي باك، لانه انا مثل ما بتعرف ماني مطرب، يعني ما بدي ازعج الناس كثير بنشازات، فالاغاني بلاي باك، والنص لا اكيد مباشر. بالاجمال لا، لانه انا بفكر بطريقه كاريكاتوريه، يعني بخلي انه الموضوع انه لو مبالغ فيه بمطرح، بس هيدا كاريكاتير. اوقات بسمع هيك ردات فعل منه للفنانات، انه تقلت علي شوي هون كذا، بس بقول انه مجبور روح انا اكستريم، لانه هيدا كاريكاتير بالنهايه، بدنا نضحك الناس. اكيد اكيد في كاركترات جديد، وفي شخصيات مركبه جديده كمان، وفي شخصيات رح تكون عم مصوره صورناهم ورح ينبثوا على البروجكشن. بالاجمال انه الاحلام كثيره، وكل مرحله هي بترسم المرحله اللي جايه. فانا اليوم انا عم بكتب هالمسرحيه، اجى ببالي ثلاث مسرحيات جداد، مواضيع ثلاث مسرحيات جداد. كل ما اعمل شغله بتوحي لي بمواضيع ثانيه، كل ما اعمل شخصيه بتخلي شخصيه ثانيه تخلق. فما بقدر اعرف كثير لوين، بس بعرف انه الاحلام بعيده وكبيره. لوين رح تاخذني ما بعرف، بس بعرف يلي عم بمشيني بهال عم تمشي هالمكنه كلها، هي محبه الشغل والهدف منه اسعاد الناس بظل كل هالاجواء يلي عم نعيشها بالوطن العربي، يعني بظل بتعرف شو عم بيصير، صراعات واشياء. ف يعني اقل شيء انه نخلي الناس يجوا على مطرح، يقعدوا كلهم مجموعين ويضحكوا كلهم سوا ويفرحوا كلهم سوا مع فنان هن جايين قاصدينه لانه بحبوه. فانا هيدا بالنسبه لي من اجمل شعور ممكن واحد يحسه. اكيد بطمح للسينما، واكيد بوقتها يعني، وبحيي كمان تجربه نادين لبكي، برافو عن جد. كون وان شاء الله بضلوا هيك الويب سايت فول انرجي على طول. تابعوني دائما وتابعوا كل اخباري. Love you.